يسعد لي مساكم مشاهدينا ومرحبا ملايين باللي تابعنا ويتابع تلفزيون الفجيرة وتحديدا برنامج فوالة اللي يأتيكم يوميا طيلة شهر رمضان المبارك اللي نحبكم دائما بضيوفنا المتميزين ومواضيعنا الحلوة. طبعا اليوم عندنا توليفة حلوة ومن ضيوف متميزين ومواضيع جميلة بتكون أكيد مع ركن التراث وزميلتنا عواطف. خلوني أمسي على اليوم الأحمر ليال سعدالي. يسعد لي مساك. يسعد مساك سهام حبيبتي جميلة. حبيبتي جميلة. يسعد مساكم مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا عبر تلفزيون الفجيرة في برنامج فوالة. أكيد اليوم فعلا مثل ما قالت زميلتي سهام أن اليوم بيكونوا ضيوفنا إن شاء الله رائعين بنتحدث بمواضيع وايدة. ولكن قبل ما نتحدث ونرحب بضيوفنا بمسي على زميلتنا ايضا عواطف. يسعد مساك عواطف. يسعد مساكم بنات وما شاء الله حبيت كيف ياس تمدحون بعض رفع المعنويات. اي لازم لازم ما حد يمدحنا نمدح بعضنا. يسعد مساك من قبل ما يبدا البرنامج نمدح بعض ما في اي مشكله حبيبتي. ربي يسعد مساكم. اليوم نمسي بعد على اللي قاعد يشوفونا اليوم في برنامج فوالة. مواضيعنا التراثيه كثيره واكثر شيء نحب نسولف فيه سوالف الاوليين قصصهم اجواءهم كيف كانت في رمضان. ام محمد وام سعيد وام خميس اليوم بيحطونا وبيعيشونا اكثر بهذه الاجواء. بس بدايه نرحب بضيوفنا ويا سهام ومروه. يعطيكم العافيه. الله يعطيك العافيه. ونحن نتريا قهوتنا ترى هي ما قاعد تجهزوا لنا اليوم في قهوه وفي جيمات بس ما حسيتي ما قاعد تجهزوا لنا. على فكره انا يعني حابه اليوم اكل وايد الجيمات فجهزوا لنا. تفضلي يسي صوبي. والصوت رايح والصوت رايح صوت بس مصره اي صوت رائع. الله يعطيك العافيه عواطف. مشاهدين معانا اليوم مثل ما قلنا لكم ضيوف متميزين وشهر رمضان اكيد فرصه حقيقيه للتنفس لكي ينطلق نحو المكان وفضاء الاعمال بمنافعه ليجد الانسان في نفسه وقت يتحرر منه من تخمه الطعام في النهار كذلك مع قراءه القران وترتيله. اليوم بنتحدث عن فرصه تطوير الذات عبر هذا الشهر الفضيل مع الاستاذ عمار عمر خبير في مجال الأعمال والتنمية الذاتية. طبعا أكيد هو متواجد معنا الحين وبنرحب به بعد ما تقدم أختي ضيوفها. حبيبتي ضيفتنا الثانية لليوم هي سيدة إماراتية مميزة تعيش حالة نشاط غير مسبوق على الصعيد الإعلامي بحيث تشارك في العديد من الأنشطة والفعاليات في مختلف دول الخليج العربي على الصعيد الإعلامي وأيضا مرهفة الإحساس من خلال قصائدها الشعرية كيف لا وهي تنتمي إلى بلد الخير الإمارات إذ أنها تفخر بكونها ابنة زايد وابنة الإمارات. رحبوا ويانا بالإعلامية والشاعرة عايشة حسني. هلا ومرحب فيك عايشة. حبيبتي حياك الله. العافية. ومن الشيف والإعلام إلى قصدي من التنمية الذاتية والإعلام إلى الشيف. شفتي يعانى على طقة الشيف. فن الطبخ مشاهدينا هو فن مستقل بذاته ويبدع فيه كل الشيف حسب خبراته ولمساته لإعطاء الأكل شكل فني وجذاب في طريقة طبخه ومحتوياته وينتج ما ألذ وطاب حيث يمتلك الشيف مهارات احترافية تجعله يحرص على توفير المأكولات التي تناسب جميع الأذواق. خلونا نرحب ضيفتنا اليوم هي أول شيف إماراتية أتاحت أو اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بها لتتعلم الطبخ. خلونا نرحب بأم راشد. مرحبا بك ونورتي البرنامج حبيبتي. يا هلا مرحبا بكم. قلنا لحنا بداية الحلقة قلنا توليفة جميلة فعلا. تنمية ذاتية إعلام اليوم تنوع أكيد. يا هلا مرحب فيكم نورتونا ومبارك عليكم الشهر. قبل أن نبدأ في أسئلتنا أنا وسهام نبغى نعرف أجواء رمضانية كيف أسهل اليوم بعد ما مر تقريبا 18 يوم يعني تقريباً, إيه؟ تقريبا 18 يوم. خبرونا شو أجواء رمضانية. والله الأجواء وايد حلوة جميلة الحمد لله اليوم مو بشارة يعني الماضي. الماضي كان شوي فيه صعوبة أما الحين ما شاء الله كل شيء سهل ما في شيء. كأجواء رمضانية سابقا كان أحلى صراحة يا جماعة أكلمكم بصراحة. نعم اليمة واللمة والأهل غير. الحين الناس سوت شوي تعرفين مشغوله كلنا مشغول كلنا يرابع كلنا يسوي. اما قبل كان غير في ديت قلبك. الاول العرب قبلها باسبوعين يسهبون رمضان صح حب الهريس والعيش اللي بيسوون الفرن يغسلوه ونظفوه وطحنوه وسووا البهارات وسو. الحين في ديت قلبك الخير كثير الحمد لله الفضيل وماشي الحمد لله تعب ماشي بديتك
دقوا سلف وصلوا الجمعيه وهي معه ويابو كل شيء جاهز الحين بعد طلبات ما تقصر. نعم نعم طول العمر شيوخنا وحكومتنا الحمد لله كل شيء موجود. بالنسبه لك عايشه؟ والله انا الامانه شهر رمضان متحسفه ليش ان الشيف بعيد عن بيتي صراحه. انا وحده اكون صريح انه يعني مش فخر مش ماهره في الطبخ، يمكن شغلات بسيطه اللي اعرف اسويها. ومميز شهر رمضان لانه اول سنه لي مع بنتي، اكيد بنتي كملت سنه فاكيد يختلف كأم شهر رمضان اكيد يختلف بما ان عندك بيبي، وهذه نعمة لله الحمد والله يحفظ يا رب كل العوائل سواء في الامارات او في باقي الدول. على تواصل معها دائما لاني اتعلم الطبخ فيعجبني المواصفات. على فكره ما شاء الله ترى بهاراتها وشغلها ما يمل، والله ذيك المره اخذت عنها صدق صدق ما شاء الله عليها كل شيء حلو الحمد لله. هذه شغله بعد الاشار الاشار المقرمش حتى اسمه صعب انا ما اعرف اقوله، والشاي الكرك السهل اللي كان كل شيء. وفي شغله بعد ابي اقولها بصراحه يعني متواصله مع، انا عجبني ان ضيفنا اليوم من السودان ونوجه له التحيه، متواصله مع اهل السودان وقاعد يخبروني ان عندهم اكلات جدا مميزه في السودان امانه، فعلى تواصل معاهم بنتعرف شيء وايد حلو. عمار بالنسبه لك؟ اول شيء مساء النور عليكم وعلى كل المشاهدين. طبعا انا بعيد عن الطبخ تماما. ما بخبركم اي شيء عن الطبخ لان انا ما عندي اي خلفيه عنه اصلا. وما لا تطبخ ولا تاكل؟ المفروض اذا تاكل تعرف ما اعرف الطبخ وتفاصيلها. لكن اجواء رمضان بالنسبه لي انا شويه مختلفه، يعني دائما انا شهر رمضان اغلب الناس بيعتبروه شهر شويه الناس تكون نشاطها يقل فيه شويه بحكم الشغل عدد ساعاته اقل والنشاط اقل. انا بالنسبه لي يعني شهر رمضان يعتبر نوعا ما شهر اكثر من انه شهر راحه اكثر بالنسبه لي، اكون في اضبط فيه مع نفسي، ارجع مع نفسي اشوف وين انا موجود في جميع الجوانب بحكم اختصاصي في تطوير الذات. صحيح. ايا كانت حياتي النفسيه الصحيه العائليه العمليه يكون شهر ترتيب اكثر من انه شهر عمل، بالاضافه للاجواء الدينيه والاجواء الاخرى. بما انك قلت انا استغل هالفرصه انك يعني تناقش بينك وبين نفسك، لهالدرجه يكون المدرب التطوير الذاتي مراقب لنفسه يعني محاسب لنفسه ومثالي؟ لا مثالي اصلا ما في حد ممكن يكون مثالي اصلا. نعم. لكن اي شخص مش بس مدرب، اي شخص لازم يكون مراقب لنفسه، لازم يكون عنده قاعده مع نفسه كل فتره فتره يشوف هو وين موجود. نعم. واهميه ان الواحد يقعد مع نفسه او يخلو بنفسه خلينا نقول هي من اهم الاشياء اللي الواحد مستحيل وهو في نص الدائره ما بيكون منتبه لبعض الاشياء، لكن لما يقعد مع نفسه ممكن يشوف هو وين، هل هو ظالم او مظلوم، هل هو مخطئ او مصيب، او هل هو ماشي صح او لا. نعم. وبالتالي هي امر مهم جدا للكل، حتى بالنسبه لكم انت يعني حتى الوحده كمذيعه مثلا لما تقعد مع نفسها وتشوف هي وين وصلت، المذيعين الثانيين المتميزين صحيح. كيف ماشيين عشان تقدر تطور نفسها اكثر، حتى الطباخين كمان. لازم الوحده كل شوي تقعد مع نفسها لانها قد تكون تسعه في طريق في طرق ثانيه اسهل وافضل مستحيل تعرف هو في الطريق، لازم تطلع برا شويه وتراقب من بعيد. نعم صحيح. بالنسبه لك عايشه بديتي في 2013 تقريبا صحيح في مشوارك الاعلامي، ليش اخترتي الاعلام وكيف بديتي مشوارك؟ والله الامانه دائما اقول يعني ما اني اخترته لكن حسيت نفسي وايد قريبه ما اعرف. البدايات كانت مع قصايد الأمير عبد الرحمن بن مساعد. صراحة قصايده جدا ملفتة فحاولت أني أكتب مجرد خواطر، استمر الموضوع من 2013 حاولت أني أبرز في الام بي سي وفعلا لله الحمد خذيت المركز الخامس على مستوى الوطن العربي، كانت في مسابقة شعر أخذت الخامس من بين الأمانة اللي يعني حسني أو حثني أني أنا أكمل. لقيت ان في بنات اخذوا المركز الاول لكن ما استمروا. نعم. لكن انا اتذكر استاذي خالد الضنحاني لما قال عاشه عندك موهبه وكملي، انا الخامس لكن الى اليوم لله الحمد مكمله. اسمك موجود. هي. ما شاء الله عليك. الله يعطيك العافيه. ومن الاعلام الى الطبخ، دخولك او بداياتك في الدخول الى هذا العالم الشيف؟ بداياتي كنت اول اماراتيه. شوفي لله الحمد في قبل انا ما شاء الله دخلوا طلعوا اعلاميا في التلفزيون. نعم. انا طلعت من البيت، انا طلعت زي ما يقولون سلمه. نعم. دري ما طلعت على طول. نعم. صراحه ممكن انا اول اماراتيه من البيت بديت الطبخ. قولي من قبل 27 سنه كانت الحياه شوي صعبه وحابه اشتغل في نفس الوقت، مو بحابه اهد عيالي في البيت،
جلست افكر شو الشيء اللي انا احبه واقدر اعطي فيه. وتذكرت مقولة الشيخ زايد طيب الله ثراه لما قال انا اشجع على عمل المرأة في اي مكان تجد فيه وقارها واحترامها. نعم. فعلى طول يا في بالي شو الشيء اللي انا احبه والشيء اللي انا يعني ما يخليني اطلع برا بيتي واكون فيه مع عيالي. نعم. على طول يا في بالي الطبخ لاني من يوم انا صغيره ما من يوم يمكن بقول لك عمري 8 سنين. نعم. وانا اطبخ. نعم. يديت الله يرحمها تجي تخليني على المخبز خبز امي تحطي لي طحينه شويه تقول لي خبزي الله. فنمى هالشيء معي وكبر معي فالحمد لله انطلقت من البيت قمت. نعم. اوزع اوراق على الفريج وعلى الفرجان عدالنا وشوي شوي ابتديت طلعت السلمة طلعت برا على البيت شويه مهرجانات معارض شويه تلفزيون ولله الحمد اصبح عندي برنامجين اللي هو السنيار وبرنامج اللي هو هني وعافيه. حلو ما شاء الله ما شاء الله مميز صح. انا معجبه للامانه ادعوني اصير شويه طباخ على فكره استاذ عمار انت ملاحظ ان اليوم اليابسه كلها حريم حتى بعد يوم بتنتقل بعد حتى بعد يوم بتنتقل على ركن التراث بعد حريم الله يعطيك العافيه ماش وانت ما عليك زود بعد. خلينا نتكلم عن دخولك لهذا المجال كذلك انت للتنميه الذاتيه من اللي شجعك او شو الخطوه اللي خلتك تدخل الى هذا المجال؟ قبل لا يبدا جوابه لازم نضيفكم ضيف لكم القهوه جاوب تفضل. بالنسبه للدخول الى هالمجال يعني ما كان ما مرحبا كان يا سيده مره هي قهوتها حبيبتي ما كان عندي النيه ان انا فعلا ان انا ادخل هالعالم. نعم. لكن انا كنت في البدايه عادي زي اي شاب بادي في الحياه خلص مدرسه وبادي جامعه. نعم. بنفس الاحلام والطموحات بدرس كليه جيده عشان احصل شغل ممتاز عشان اعيش في نفس الدائره. نعم. لكن لما دخلت الجامعه لاحظت ان في اختلافات كبيره جدا بين الطلاب نفسهم من ناحيه الحاله الماديه النفسيه من كل النواحي في ناس في تفرق في مش نفس مرحله المدرسه. فكان عندي طموح بديت دخلت في عالم التطوير بديت اخذ دورات محاضرات بديت اسمع للخبراء في هذا العالم ولاحظت ان في مفعول سحري يعني لما بديت اطبق فعليا من بعيد كل الناس بيشوفوا انا عارف حتى المشاهدين شايفين مجال التطوير كلام كتب كلام غير قابل للتطبيق. تفضل. في منا مش مقنع هو فعلا في منا مش مقنع لكن احنا اعتبرنا ان كله كلام كتب كلام غير قابل للتطبيق لكن لما بديت اطبق فعليا بديت اختار الناس اللي اطبق منهم لاحظت ان في مفعول سحري فعليا لدرجه ان انا قبل 5 سنوات من الان كنت عادي في بدايه الجامعه ما كان لي أي علاقة بالبزنس ما كان لي أي علاقة أنا يعني كنت شخص تحت المتوسط من كل النواحي ما شاء الله مادياً ونفسياً الحمد لله أنا اليوم أدير مجموعة شركات ما شاء الله وأعلم عن البزنس وأحاضر في التطوير الذاتي والحمد لله أنا راضي نوعاً ما عن يعني لما أقارن نفسي بزمان راضي تماماً عن نفسي الحمد لله شخصية مهمة عندنا اليوم ما شاء الله فكانت البداية من باب أن الزملاء من الشباب شايفين المجال مجال غير مفيد وفي جاب في سبب المشكله ان المحاضرين وكلام الكتب ثقيل شويه انه لا بد من والكلام الصعب اللي الناس فعلا 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 كلام صحيح فهذه كانت مشكله انا بالنسبه لي فانا احاول كسرت هالجاب احاول اخاطب الشباب بلغتهم والحمد لله يعني في وصول واضح للرساله اللي انا قاعد اعطيها والحمد لله من هنا كان المدخل ان انا شفت انه طبقت اشياء بسيطه وغيرت حياتي بشكل كبير جدا فلذلك قررت أنه أنا أنقل هالرسالة بالطريقة اللي تناسب الشباب. نعم. أم راشد غالبا الرجال الطهال شيف يتفوقون على النساء في هذا الموضوع هل أنت مع هذا الشيء ولا لا؟ مش معاه ولا ضده شوفي تحسين أن مهنة نسائية؟ يمكن في بعض الناس يقولون انها مهنه نسائيه بس لا يعني ما شاء الله الرجال حتى قاموا يطبخون اليوم انت تفتحين تلفزيون قنوات في رجال يطبخون يعني شفات طه رجال بس نفسيا في نساء ما يتقبلون انا عندي صديقات يقولون احنا نفتح التلفزيون نلقى شيف يطبخ ما اتقبله سبحان الله طبيعه المراه ولكن انا بقول اليوم كشيف انا عادي عندي صار بالعكس يعني شيء جميل يعني يكون بالعكس الله يعطيك العافيه عائشه يا هلا على هالاجواء وهاليسه وفنيان قهوه نبي نسمع قصيد تعرفين
أنا مسمعتك قصايد الغزل المرة اللي طافت، هالمرة ما راح يعيد القصايد، بيجيب شيء جديد. بس بعد نبغى غزل. غزل ماشي خلاص. ليه؟ وايد دلعتك قبل رجاء. زين أنا سمعت، غيري ما سمع. أنا على فكرة عايش أنا ما سمعت. أي مرة ما سمعت؟ أي والله ما سمعت. راح أبتدي باليديد. أوكي. لكن برجع لكم على الغزل عقب. مو مشكلة. أراضيكم. تفضل. فراح أقول على نهج الحروف اللي تسابق لآخر المضمار. أبطلق حرفي الشاعر لدار الخير من صاعة، أبنقش للوطن نقش يضاهي كل ما يحتار، وأقلد هالعزم فيني كما هالبدر وشعاعة، أجي مثل السحاب اللي هطل حبه كما الأمطار، أجي أروي الثرى دايم وزرع الود بنواعه، وينبت مجدي بداري مجد ينهي أمل غدار، ويثمر هالغلا ناس تعشق السمع والطاعة، سلامي سلامي الوالدي زايد سلام يحوي الأعذار، سلام اللي غلاه القلب روحي دوم فزاعة. سوالم صح لسانك، صح لسانك. من القصايد اللي أحبها، بس أمانة في قصايد مو حافظتها، يمكن في قصايد وايد اللي أعيدها دايم، هذه حافظتها. مشكلة التليفون يساعد، جهز ندور. صح ولا لا؟ ما تسمع قصص ولا لا؟ نعم نعم. عمار يقال دوم أن العقل السليم في الجسم السليم، هل بإمكاننا أن نعتبرها حكم من يعني إحدى الحكم في شهر رمضان المبارك ولا لا؟ يبولها ماي، صوتها روح. حتى أنا. بالنسبة طبعاً هي من الحكم الأساسية. أنا دائماً قاعد أقول للشباب في الدورات وفي المحاضرات أن الصحة أو اهتمام الشخص بصحته هي رقم واحد، لأن أنت عشان تكوني مذيعة جيدة لو صحتك مش جيدة، الحين لو أنت مصدعة أدائك بيكون أقل. صحيح. بشكل طبيعي. الطبخ نفس الشيء، التدريس، العمل، أي شيء، فالصحة هي شيء أساسي جدا في تطوير الذات. ورمضان أنا من وجهة نظري إنه من أهم الحكم في رمضان إنه هو يرجعنا للأصل، إنه نبعد عن الأكل الكثير. ويعني في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. صحيح. واتفق كل العلماء المختصين بالصحة والصحة الجسدية بأن الأصل الأمراض البطن أو الأكل اللي نحن نأكل. فجاء شهر رمضان عشان ينظم الموضوع شوية، خلينا نهدى عن اللي احنا بنعمله في طوال السنة، ما نزيد الجرائم. أنا سامحني استاذي، هذه المفروض، بس الواقع على أرض الواقع نشوف شيء ثاني. هذا الكلام لا يمطل الواقع بسلا. يعني بعد الفطور وبعد صلاة التراويح تمشي ولا زيارات وهذا. تدري قاعدة أفكر يمكن هذه وظيفة الأم. الأم هي اللي تدخل أو هي اللي تسمح لعيالها شنو يأكلون، أو حتى أنت كشيف أنت عارفة شو تطبخين لهم أو شو تقدم لهم. يمكن وظيفة الأم، يمكن أو رب الأسرة. والله ما نقدر نتحكم في عائشة وهالسوالف. لا احنا مش اللي هاي. انا اتوقع ان الشخص لو ما يعني حتى لو كبر بيلاقي المطاعم، بيلاقي اذا ما كان لحظة على طاري الاكل والصور والهاي اللي قيمات شو اي شو ترى احنا بس نقعد هني من الساعة 11 ونص لين نطلع من الساعة 1 ولا نحن شو ناكل على الشوكليت وعلى نلاحظ ما شاء الله كله نلاحظ له. وهي فوالة اكل صحي لا تقول يعني كنا اكلنا صحي أشوف صح. هذا السعادة، هذا هرمون سعادة، لا تقعد تفلفل. شوف أنا تذكرت شوف تكلمنا عن الشوكولات، لكن اللي هنا صحي بس اللي هناك هرمون سعادة. عندي ملاحظات عليه كثير. هرمون سعادة على فكرة كامل ما ماخذين منه ولا شيء. أي يعني شوف الدليل نحن ما ناكل، دليل أن نحن أشخاص صحيين. مثلا يوم نزل الطبخة اللي مثلا متبوس أو كان متبوس أو برياني، فأول شيء يقول لهم يا جماعة اللي يسوي رجيم لا يطالع. من الآخر ما في اليوم شيء يسمونه ما في. بقول لك بنزل أكل حلوة طيبة لذيذة دايت، بسويها رجيم دايت. ما يصير أصلا. شوفي بدون الخمس ما يصير، ما يحلى الأكل. صراحه يعني العيش الغنوي اي ما يحلى الاكل. يعني اذا ما حطيت الخمس هذه صراحه ما يستوي. هو صحيح يعني الاكل، بس الواحد يتوازن معه. من ضمن التوازن ممكن اثناء الحلقه نتكلم عن التوازن في جميع جوانب الحياه، ومن ضمنهم الجانب الصحي. فالواحد ما يقدر يحرم نفسه، لكن يكون متوازن نوعا ما. انا الوجبه الاساسيه معي العيش. اذا ما اكلت عيش ما تغديت عادي لازم اتعشى ان شاء الله، واكله اي وقت. بس الحمد لله بس رياضي التوازن شوي يقل. بس لا لاني يمكن احرق وايد، يمكن عشان رياضي رياضي. هي المشكله انه في ناس اقول لهم كله يروح بالعضل. فعلا الحركه المشكله انه احنا في يعني بناكل وما بنتحرك. الحركه قلت والاكل زاد والخيارات زادت. ما شاء الله الشيفس بيبدعوا في الاكل، فانت لو مش جعان تاكل ياكلون وهم يتذوقون وهم يسوون. أنا أتابعها بعد الفطور أمانة، يعني
مره حبيبي شو انت شو اللي يزيد يعني يزيد وزنك؟ انا ما في شيء يزيد وزني. اكل 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 وينزل وزني. ما اعرف شو الله على فكره ما كنت شيء ولكن ولا ما اعرف يمكن لان اتحرك وايد ممكن اي يمكن ممكن. بسبب الحركه اتوقع يعني صحيح. علشان شيء بسم الله ما شاء الله. ام راشد الواحد يوم يبي يدخل في هذا المجال فن الطبخ شو الاسس اللي لازم يتمكن منها؟ اول شيء يكون عنده حب هذا الشيء. يعني اليوم ما تقدرين تدخلين حد المطبخ وهو ما عنده رغبه. أيوة شوفي صبعي وين وهو ما عنده رغبه. تنصحني كثير والله بس اذا ما كان الخاطر لازم انت يكون يعني شوفي في الحين في ناس عندهم هوايه مثل القراءه يقرا ليل ونهار. نفس الشيء الطبخ لازم يكون عندك هذا الشيء من داخل نابع من داخل يعني عندك هذا الشيء. نعم. ولا ما تقدر تعطيه. اما تقول اجرب اليوم انا اقول ما في ما شاء الله حرمه ما تعرف تطبخ ما في الكل يعرف بس الفن هل هي طبخت لنا من خاطر نفس تحسين ايه ام ان طبخ مجرد حطت الدياي على اللحم على العيش و والله هذا اكل المطاعم شيء انت تعرفين ما تحسين نكهه واو ما تحسين طعم ولا تحسين في فايده احس كان ما كليتي والحلو حلو في سنابي انا ما شاء الله ان اللي يتابعوني بنات صغار تدرين ليش من فتحته دليل بنتي تطبق كل شيء شو انا ما يعني شوفي الحين صاروا الناس اللي بتحطي مثلا محترم لجميع الشيفات في بعض الناس يوم يحطون تجيب لي الصينيه هالكبر تحطي هالبهار وهذا هذا وهذا هذا شو الناس ما عندها وقت اليوم تبغى تطبخ الشيء الحلو والذي ذو الخفيف والسريع. نعم. احنا ما نقول السريع مثلا الاكلات السريعه لا اكلنا نحن الشعبي سواء او الغربي او ايا كان بس بطريقه سهله صحيح سهله حلوه بنستعرض فيديو وبنعلق عليه عقب ما نشوف مساكم الله بالخير والنوار من مطعمهم غير وتحديدا على شاطئ جميرة من مطبخ الخيمة أنا اليوم موجودة هنا بسحر المكان بين البحر والتراب الأكل التقليدي غير تعالوا معاي وحياكم مشاهدين مثل ما شفتوا المكان حلو من الخارج جاية بالداخل عشان اتعرف على المكان واعرفكم عليه معي اكيد القبطان درويش المهيري حياك الله استاذي يا مرحبا وسهلا حياكم الله يسعدك يا ربي قبطان درويش المهيري يا ريت تخبرنا في حين ان كل الناس فكروا للمطابخ العالميه او حتى الفاست فود انت فكرت بالاكلات الشعبيه الفكره هاي طال عمرك انا عاشرت الشواف قبل والتحقت بجمعيه حياة التراث في دبي وعشت معهم فترة وبقيت أثبت التراث هذا أثبت الأكلات أثبت أساميهم القديمة اللي ما أحب أفقدها أبا أوثقها في المطعم هذا والأكلات كذلك أساميها بدأت تختفي وطريقتها بدأت تختفي والهدف من المطعم هذا أن نوثق ونخلي للأجيال الجاية كيف أكلاتنا القديمة وشو أساميها وكيف تنكل وشو مناسباتها يا ريت تخبرنا شنو هي الأطباق اللي ممكن تتقدم في المطبخ والله تقدم كل الأطباق الشعبية عندنا من الريوق الأجباب الخمير المحلى البثيث العصيد الخنفروش كله موجود عندنا ومثل الغداء المجبوس هامور الشبسة الأصلية بعدين الجشيد البلياني المالح المشيرة الأطباق القديمة هذه اليوم شنو ممكن تقدم لنا في مطبخكم والله بقدم لكم الطيب بيتقدم شاء الله عايشة خبرينا عن هذا الفيديو تجربتك أيضا في تقديم يعني هذا البرنامج أظني هو عن الطبخ وشي صحيح أوجه تحية أول شيء لزملائي أكيد وطاقم العمل في تلفزيون أبوظبي الإمارات وحتى الطاقم اللي اشتغلت معه جدا جدا راقي الأمانة تخيلي مطعمهم غير فتح لي الباب أيضا للمطاعم في الخليج أنا لما أسافر عندي شغل بس مجرد أني أعرف عن نفسي عايشة تقدمين برنامج تفضلي في واحدة من السنابات اللي قدمتها في أحد الفنادق في المملكة العربية السعودية
تم الترحيب فيني والله اني يعني قلت اشهد ان لا اله الا الله لان 9 مطاعم عالميه في مكان واحد وقاعد يقدموا لي انواع الطبخ. انا قلت يعني بروحي ما يصير فالاكل رايح راد رايح راد. بس بسبب هذا البرنامج ايضا في الكويت قدمت كذا مطعم بسبب هذا البرنامج اوجه لهم تحيه اكيد. لكن فعلا عمل حلقه توصل بيني وبين المطاعم الان. انا اليوم الحمد لله ماسكه تقريبا 20 مطعم ما شاء الله بشكل تسويقي اكيد. بس لاحظنا شيء انا وسهام, لاحظتي ابتسامتها من اول ما بدت السلام لين ما انتهى الفيديو. انا مذيعه مرحبانيه حبيبتي الله يعطيك العافيه تبارك الرحمن. استاذ عمار خلينا نتكلم او اهم امور الامور في الحياه في اداره الدخل. كيف الواحد يكون عنده فعلا اداره الدخل؟ انا عن نفسي فاشله ومروه فاشله. هذا الشيء يعني 95% الى 97% أفا يا سهام انت من انجح الشخصيات اللي قابلت في الدخل. لا في الدخل هو فعليا هي مشكله حقيقيه موجوده. يعني اكثر من 95% إلى 97% بيديروا دخلهم بشكل خاطئ جدا. المشكله ان احنا ما عندنا الثقافه, ما يعني ما تعلمنا كيف ندير دخلنا. احنا متبعين يمكن ايش يسمونه اصرف ما في الجيب يعطيك محاولات. يعني ما انزل الله بها من سلطان. اصرف على فكره انا يوم علقت ما كنت سامعه موضوع الادخار هذه معها ترى لا بس حتى اللي سامعين ما بنفذوا. ما هي المشكله انه احنا ضايعين. لكن اذا تكلمنا خلينا نتكلم اول شيء عن اهميه اداره الدخل, بعديها ممكن ندردش على السريع في كيف ان الواحد يدير دخله بشكل صحيح. خذ راحتك لانه بندير دخلنا. جميل. طيب الفكره هي اول شيء اداره الدخل من اهم 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 الامور في الحياه ايا كان دخل الواحد, وهي يعني لها الدور الاول والاساس في ان الواحد يزيد دخله. يعني اذا درت دخلك بشكل صحيح حيزيد, وهذه الجمله اللي نشرحها بالتفصيل في الدورات. فاي معاناه ماديه بيعاني منها اي شخص سببها سوء إدارة الدخل أيا كان. في ناس بيقول لك أنا طيب أنا دخلي بسيط, لما يجي الدخل كبير بديره صح, واللي هو ما حيجي أبدا طالما بهذه الطريقة, لأنه دائما الواحد شايف أنه هو محتاج دخل أكبر أو دخل أكثر. فأفضل طريقة لإدارة الدخل في طريقة مثالية, وأي واحد يضبطها على حسب هو نفسه الجوانب المهمة في حياته. لكن يعني ما ينفع واحد يشتري مثلا سيارة بقيمة أكبر من قيمة دخله, أو ما بتتناسب نوعا ما مع قيمة دخله, وده هو اللي بيسبب الديون والقروض والمشاكل اللي واقع فيها أغلب الناس. نعم. فأمثل طريقة أنه احتياجات الإنسان الأساسية ما ينفع تزيد عن 55% بأي حال من الأحوال. يعني أي واحد بيصرف شهريا في الأشياء الأساسية اللي هي الأكل والشرب والإيجار والبيت الأشياء الأساسية أكثر من 55% فهو عايش واقع غير واقع. نعم. وحينتهي به الموضوع لأنه يكون في ضغوطات مالية, وكل مرة حيقل عدد الأيام اللي يخلص فيها الراتب. التنهيد احنا عايشين هم متأقلمين معاها ونبتسم ونضحك عادي. الحياة حلوة. بالضبط. ف 55% الأشياء الأساسية و 10% الادخار اللي هو للاستثمار. وياريت نركز شوية في هاي النقطة. 10% للادخار ما يتنصرف أبدا إلا لشيء بيدخل دخل. أنا أي عندي كان نوع الاستثمار. عندي مداخلة عفوا أستاذي. في شغلة قاعدين نلاحظها, مثلا الولد يكون راتبه 20,000 أو 25,000 والأم مثلا تستلم شؤون 4,000. تخيل ابنها يصرف ال 20,000 أول أسبوع. صح. يجي حق أمه اللي عندها 4,500 يا ماما أعطيني بترول. هذا واقع. صح. أنا لاحظت في بعض الأسر. صح. يعني صح. قاعد يصير هالشيء. مش بعض الأسر كل الأسر. شوف الأم اللي عندها 4,500 شلون قاعدة توفر, والولد اللي عنده 20 مع أنه فاهمني؟ صحيح صحيح. هذه مشكلة. أنا بتجيني استشارات في نفس المشاكل. واحد تلاقي راتبه 70 وآخر الشهر يضطر يدين. صحيح. يعني وفي قصص كثيره جدا. يعني حتى في رجال اعمال, في واحد انا كان جاني في اخر استشاره ودائما بحكيها للشباب, دخله الشهري او مصاريف الشهريه يعني تتعدى ال 500,000 اخر الشهر. ايش يسوي؟ لا ما فيها مشكله بما انه دخله يتوازى, لكن اخر الشهر بيكون مفلس. مع ان المبلغ كبير لكن لانه يديره بشكل خاطئ. فال 10% ما تصرف الا فقط للاستثمار. نعم. في شيء يدخل دخل. في 10% ثانية ما تصرف إلا في فقط التعليم, إنك تتعلم شيء جديد, وده هو مجال تطوير الذات أيا كان, لغات, تتعلم كيف تطور مهنتك أيا كانت. في 5% إلى للصدقة, من 5 إلى 2 إلى 10 بحسب الشخص اللي الأشياء الأساسية. لكن أهم نقطة
الأساسيات والاستثمار طويل المدى، وفي عندنا حساب مهم جدا اسمه الرفاهية. احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا، المشكلة ان احنا نصرف فلوسنا بشكل خاطئ وما نستمتع فيها، لان بسبب الأولاد او الحجج كثيرة جدا. لازم 10% من دخلك انت تستمتع فيها اشياء غير أساسية، اشياء رفاهية. حتى لو راتبك 1000 درهم، انت لما تصرف 10% منه عشان تستمتع، عشان تقعد في مكان راقي، مكان انت تحس فيه بالمتعة، اوتوماتيك بيخليك انت متحسن ومتفائل، فحتقدر تبدع، حتقدر تزيد دخلك. صحيح. ويا سلام كمان لما تصرف 10% في التعليم، تعلم نفسك، مش التعليم المنهجي، لا، تعليم دورات خفيفة، اشياء بسيطة. اكيد انت لو مترفه وتعلم نفسك، بالتالي اكيد اكيد بصورة او باخرى انت حتكون زي كرة الثلج اللي هي كل ما تدور تكبر. نعم. نتحدث أكثر بتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع عقب البريك القصير اللي مناخته. مشاهدينا فاصل سريع وردي لكم لبرنامج فوالة، خلكم ويانا. حياكم الله مشاهدينا، ورجعنا مع ضيوفنا، مع التنمية الذاتية، مع الشعر والإعلام، ومع الطبخ وفنونة. الله يعطيكم العافية، نورتونا. رتلك أم راشد، لحظة، أنا أحب وايد القيمات، أوكي، وحابة يوم من الأيام أتعلم الطبخ صح علشان أصير طباخة إن شاء الله. خبرينا شو الأسس المفروض الشخص يتبعها علشان يكون شيف ناجح. أنت بتكون ناجحة، قولي كيف عرفت؟ كيف عرفت؟ قلتي أنا حابة. إيه؟ عندها الرغبة. عندها الرغبة. إيه؟ هذه أهم نقطة، أن يكون عندك الرغبة. ثاني شيء، ما تقولين في شيء في الدنيا اسمه مستحيل. نعم. ثالث شيء، دائما يكون عندك إصرار أنك أنت حابة هالشيء وبتوصلين وبسوينه. نفس أم راشد، أنا في يوم من الأيام أصريت، واليوم ما شاء الله وصلت. في تعليق من الجمهور أقول أنا ولا ساعديها إن تأكل، ساعديها تكلمي عنها يعني. قالوا بتبدأين في الطبخ لأنك عندك رغبة في الأكل، شغالين مع ولا يعني الاثنين عندها الرغبة في الأكل. رسالة إلى المخرج، لا تركزوا وياي لو سمحت، خليكم مركزوا يا سيدي. لا فعلا، شوفي دائما إنسان يكون عنده رغبة وعنده إصرار يوصل. اليوم أنا الناس يسألوني سهام، الله حق بقول لك بصراحة، أم راشد كيف وصلتي؟ فعلا كيف وصلتي؟ أنا وصلت ما شاء الله ما شاء الله بفضل رب العالمين. نعم وصلت، يعني نعم. برنامج بروحي، برنامج سنيار، محكمة كنت في لجنة التحكيم، بطولة عالمية، بطولة دبي العالمية للضيافة ما شاء الله. اليوم أنا ما شاء الله بلوجر، افتتاح معارض مطاعم، كل مكان متواجدة. حتى أنا نفسي مش أنا ما كنت متوقع، أنا عندي طموح إني أوصل أكثر من شيء. نعم. عندي ما بدون وقفتي وقلت لا ما وقف. الله يعطيك العافية. كل مالي حلمي، أحس إنه يعني بعدني ما سويت. حلمك يكبر يوم بعد يوم. أحس عمري بعدني ترى ما سويت. أحس عمري بعدني. بعدني توني توني دخلت. أنا فيني فضول عن محكمة الضيافة. يا ريت تتكلم عنها معاكم، انا مذيعه وضيفه، بس تكلمي عنها النقطه عفوا. طبعا هاي البطوله كانت سنه تقريبا من قبل 2-3 سنين، مو اتذكر بالضبط، بس كانت على مدى سنتين، كانت من انجح واروع المسابقات اللي سوت في الدوله عندنا صراحه. مسابقه عالميه كانت، حلوه كانت. لو شفتيها اول سنه كانت على مستوى الامارات، السنه الثانيه كانت على مستوى العالم ما شاء الله، لله الحمد، يعني ما شاء الله كان شيء روعة روعة روعة. وطبعا أنا كنت على مدى سنتين في لجنة التحكيم ما شاء الله. في ناس في عندهم فضول كيف وصلت لجنة التحكيم. بعد أقول لك دخلنا نحن كتحكيم، حكمونا، كان معنا سعادة أحمد بن حارب الفلاحي طول بعمره، دخلنا معهم لجنة التحكيم، هم حكمونا، هم يعني دخلونا مسابقة، هم اختبرونا نحن. نحن كمحكمات تم اختبارنا من فوق، وعلى هالأساس نحن نجحنا ودخلنا. حلو. كان يجيبوننا طبقتين ونفس الأكلة، حين مثلا مسوين كعرسية، هذا الجدر نفسه بياخذونه يحطونه في طبقتين، طبقة زايدين فيها شوية ملح والثانية هي العادية يعني. فالشاطر كان يعرف شكليا، تشوفين تقولين هذه نفسه نفس الشيء، نفسه، بس في
اختلاف بسيط. نعم. وهذا الاختلاف منو يعرفه؟ الشاطر والشيف واللي فاهم، ولا اللي ما يعرف يشوفه نفس الشيء. انا عندي سؤال حبيبي. في اشخاص يوم تشم الاكل تعرف اذا هو الملح اوكي ولا زياده. والله هل الملح في ريحه؟ ابدا. انزين كيف هذه؟ انا ملح؟ لا شوفي، في ناس تشم الملح. انا سمعت هذا الشيء فعلا في ملح ولا لا؟ لا انا سمعت هالشيء بس مستحيل هذا، يعني مستحيل. اوكي ريحة بهارات ممكن تشم انه فيه ريحة بهارات زيادة، زيت ممكن. اما تقول لي بهارات، اما تقول لي ملح وسكر، شيء غريب. لا مستحيل، ما يصير. سبحان الله. يمكن ينكتب ملح شكله او صدفة شيء، يعني ضبطت معاها مرة حسبت انها هي ضحية قالت يعني كانت شيف اللي سوت كذا ولا لا عادية؟ لا شمت الريحة وغطت الطعم الحلو على الملح. مستحيل حتى ولا في الأحلام. أنا استغربتها وضحكت بصراحة بس غريبة. وفي فيديو نحب نشوفه حق أم راشد، يلا مع الطبخ. الله يا سلام. هذا الزيتون هذا الزيتون هذا الزيتون هذا الزيتون ودبس رمان وتشيلي طماط. التمر مكون نص حمرناه، أهم شيء أن نحمر الطحين. وعندنا هني شوفوا الحين عليه حليب وهال وماي. أهم خطوة أول شيء ناخذ الطحين ونحطيه هنا ونزيد عليه الماي. اللهم صل على سيدنا محمد. وهاي القصيدة قصيدة التمر إن شاء الله. و يا سلام. انا بعقد معك مشروع مع اني كنت اقول لك انا باشر بمشاريع بس على هالستايلات والالوان الحلوه. الله يعطيك الصحه والعافيه. المترو لازم يوصل راس خيمه عشان بسرعه اوصل دبي وارجع. الشيف بعيد عن بيتي حبيبتي. طبعا من الالوان ومن الاكل المتميز والاطباق الجميله الى التنسيق بين الاعلام والشعر، كيف؟ هو مش إعلام فقط، ممكن أنا شاعرة مذيعة وحاليا في قولي معي التواصل الاجتماعي. نعم. دائما كنت أقول حلو الواحد يمسك العصا من النص، مع أن في انتقادات لاذعة جتني عاش أنت شاعرة ولا أنت مذيعة ولا أنت الحين صايرة نفس الفاشينيستات. أنا لست فاشينيستا، دائما أقولها أنا لست فاشينيستا. أنا أكيد مذيعة وشاعرة أكيد، لكن أحب التسويق جدا، شاطرة فيه ما قلت لا. أوجه تحية للضيافة اللي مقدمة من شركة الصوفي سهام. السنة اللي طافت سألتيني هالسؤال، أنا قلت هذه السنة ببرهن لك إياها فعل مش كلام. هذه هدية لك لأن السنة اللي طافت سألتيني هالسؤال. سألتيني نفس السؤال، عاشة كيف قدرتي تنسقين بين الإعلام وبين التواصل الاجتماعي؟ اليوم أنا لله الحمد داخلة أو موقعة مع شركة رقم 30 في التسويق. ما شاء الله. انا حابه هالشيء، انا حابه ابرز فيه للامانه. فهذه بالعافيه عليك. انا السنه اللي طافت لما سالتيني كنت فقط مع 9 شركات، اليوم انا كملت 30 شركه. والله تعبت على نفسي امانه، والله جهد سهام. لا جهد متعبه، جهد ومتعب. وانا عندي طفله للامانه وما احب اخلي طفلتي مع خدم. بنتي دايم معي حتى في السفر هي معي، بس احس انجاز وتعبت على نفسي اني وصلت الشركه رقم 30 في ملف خاص لي كل مره اسوي واحطيه. ما شاء الله. فالحمد لله على كل مجتهد نصيب، اللهم لك الحمد. نشكر شركة الصوفي أكيد وأستاذ فراس على هذه الضيافة. الله يعطيه العافية. نروح لك أستاذ عمار، أنت دوم تقول أن بإمكان الشخص أن يصبح حر ماليا وأن يتخلص من جميع ضغوطاته المادية بكل سهولة. كيف بكل سهولة؟ بكل سهولة لحظة، هذه كيف بكل سهولة؟ بكل سهولة. أول شيء يعني قبل ما ندخل في السؤال نفسه خلينا نشوف مبدأ السهولة أصلا. أوكي. يعني أصلا الحياة كلها سهلة،
أكيد. الأصل في الحياة السهولة واليسر، لكن نحن بحكم الموروث أو اللي تعلمناه من الناس اللي حوالينا يعني دخلونا في الحيط، لازم تتعب على نفسك عشان تنجح. من طلب العلا سهر الليالي، من أراد الثمار تسلق الأشجار. المهم إنه في جهد، في صعوبة في طرح هذه الأمثال بالضبط. حتى لما واحد ينجح بيقول له أنت أكيد، قبل ما يحكي قصته أنت أكيد تعبت على نفسك. نعم. اللي هو غلط أصلاً. أصلاً السيستم الرباني الله سبحانه وتعالى، الأديان جت عشان تسهل حياة البشر. ولكل شيء في الحياة شيء يعني سيستم أو طريقة سهلة وبسيطة، إذا تعلمها حيكون الهدف سهل جداً أياً كان، سواء حر مالياً. نعم. أو غيره. فالحرية المالية هي موضوع جداً 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 بسيط، بس محتاج نفس ما ذكرت أم راشد، محتاج رغبة ومحتاج معلومات. يعني إذا عندك الرغبة والمعلومات بكل سهولة تستطيع أنك تكون حر. الرغبة مالياً. في أنه يصبح حر مالياً طبعاً. ولا الرغبة في أنه يدخر فيصبح؟ لا طبعاً، لا الادخار ما له علاقة بالحرية المالية. أوكي. الادخار فقط للزيادة. عشان أنك تكون حر مالياً لازم تكون عندك الرغبة أن أنا حاب أكون ثري أو غني أو على الأقل حر مالياً، وتكون محدد معنى الغنى بالنسبة لك. لازم تحدد أنا عايز أدخل 100,000 الشهر، 500,000 الشهر، 50، على حسب أنت تشوفه مناسب، وتبحث عن المعلومات. يعني حاليا ما بنقدر نقول أن لعب الكورة صعب، لعب الكورة محتاج رغبة وتعلم. يعني حتى رابطين موضوع الفلوس بالرزق غير عن المواضيع الثانية. يعني لو واحد حاليا عايز يعضل أو عايز يكون جسمه معضل، لو دخل الجيم ولعب واتبع النظام الغذائي مستحيل أنه ما يعضل. صحيح. نفس الشيء ولو كان عنده الرغبة بيغطي على الجهد اللي هو بيسويه. نفس الشيء في الجانب الحرية المالية، الموضوع جدا سهل وجدا بسيط، وفي مئات النماذج شباب ما كان لهم علاقة بالمجال أبدا تعلموا وكان عندهم الرغبة المناسبة وفعليا وصلوا للحرية المالية. نعم. وقصص كبيرة جدا، حتى يعني كبار رجال الأعمال العشر الأوائل على العالم، 8 منهم بدوا عصاميين. وحتى لما تتكلم معهم، أنا درست قصصهم كلهم، يعني أغلبهم يعني يقول الموضوع سهل بسيط، وفعلا هو بسيط. وأنا يعني أنا بالنسبة لي حاليا ما أشوف فيه أي صعوبة ما شاء الله. أنا من 5 سنين يعني فعليا كنت يعني فلوس بركب باص عشان أوفر الفلوس عشان ما أركب تاكسي، أنا التاكسي حيكلفني أكثر. الحمد لله اليوم أنا أدير مجموعة شركات اللي هي أنا أملكها غير الشركات اللي أنا فيها شراكة، وأنا مستمتع سعيد بكل سهولة ويسر. صدق لكل شخص معانا اليوم كل ضيف له قصة نجاح. قصة أنا نجاح حبيت حديث الأمانة. أي. لأن الشيف أم راشد بصراحة نتابع لها بشكل يومي، لكن هو إضافة فعلا أنا أتعرف على هالأشياء. أكيد. إحنا بروحنا نتعلم منه. صح. دوم على فكرة في تخاطر بالأفكار عندي وعندي. نتكلم بنفس اللحظة نفس الجملة بنفس التوقيت صار في تخاطر روح. أيوة. البارحة كنت بروحي والله العظيم أحس يعني في شيء أقول لو إيه موجودة أي حد يضحك معاي حد بيسأل، فكنت كله بروحي أنا الكاركتر أنا اللي أضحك أنا كل شيء يعني. يوم كانت معاي شوي تشلني بعد الله سبحان الله. حتى هالشيء نحن نسميه في مجال التطوير والتنمية شيء اسمه التخاطر أو التوافق الذبذبي. التوافق الذبذبي. هو كلام عميق جدا. يعني عميق فعلا في توافق. وعلى فكرة للعلم إحنا يعني تونا مع بعض يعني. فعلا في أول شهر رمضان ولكن علاقتكم ممتازة مع بعض. يعني نحن يعني هي بتقدمت معي ببرنامج 7 على 7 وأنا كنت شوي متخوفة إنه ما أدري كيف زميلتي بتكون معايا وهي نفس الشيء، فسبحان الله كل واحد كان يحاتي الثاني فعلا. يعني أساس إني أنا ما أطغى عليها أو هي كم مطلع. صار لكم مع بعض تقريبا ما في كم من سنة كم من شهر كم من شهر ولكن الحين في شهر رمضان من أول رمضان أصبح اللقاء بيننا يومي، فأحس إنه أصبح في توافق. هذا هو السبب، لأن إحنا دائما العلاقات تقيم بالمدة الزمنية، وهذا شيء إحنا بالنسبة لنا غلط جدا. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول هو ذبذبي، هو توافق ذبذبي رسمي. يعني نفس الجملة تنعاد يعني تنعكس على الحديث، يقول الأرواح جنود مجندة. أيوة. ما تآلف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. فأنتوا نفس الطاقة أو نفس الذبذبات، فحسيتوا أنه خلال فترة بسيطة صرتوا يعني علاقتكم جيدة مع بعض. في بعد غصب الأرواح الطيبة توالي. صح. على فكرة أستاذي في شغلة، إذا هاي تنقع الثاني تنقع وياه. نعد بعض. إذا هي ضحكت أنا بتابع أتابع برنامج. لا على فكرة موضوع اللقيمات هاي ثاني ما يستوي عندي يعني. هاي تاكل والثاني تاكل نفس اللحظة. نفس اللحظة وأبوها بسرعة تقبلني وأنا بروحي متوهقة أصلا. الله يعطيكم العافية سوالفنا. في نقطة ودي أذكرها إذا تعذروني. تفضلي. أماني يمكن البعض ما رح يذكرها، لكن لاحظت شغلة سوتها تلفزيون أو طاقم تلفزيون البجيرة سووها السنة اللي طافت،
تحية لتلفزيون الام بي سي الكويت، اليوم هم مسويينها. والله أنا بالبداية شفتها في تلفزيون الفجيرة اللي هو الجني الأزرق، اليوم افتح الام بي سي موجود. حتى الشركات الكبيرة مقلدينها. أنا أحس يعني ما شاء الله تلفزيون الفجيرة قاعد يتطور على فكرة. أنا متابعتكم من فترة طويلة، أنتوا في خطوات للأمام. طبعا هذا كله الشكر للشيخ راشد، دكتور الشيخ راشد، نوجه له تحية. أكيد سمعت أنه داعم كبير لكم ما شاء الله. أستاذ عماد بسيل مدير شركة ماب برودكشن، نوجه له تحية. أمانة في تطور ملحوظ أكيد في تلفزيون الفجيرة. الحمد لله. ونصايح أيضا أستاذ ناهد نصر، كلهم مقصرين معنا، المخرج، كلهم كلهم حتى اللي في الجاليري مصورين، ما حد يزعل منه. الأجواء عائلية، تعاون، يوم يكون الأجواء عائلية والكل يحب بعضه أكيد يعني يدفعون الواحد للنجاح. أنا ما نسيت لأنه خرعني الجني الأزرق تدري ثابت في بالك. صحيح. والحين بنروح لعواطف. عواطف فنوتة، مرة ثانية مساكم الله بالخير، يعطيكم العافية وشكرا. عايشة من ذوقك، هذه شهادة نعتز فيها هني في تلفزيون الفجيرة. وقبل شوي بالعافية، الله يعافيك، بنخليكم تتفاولون على راحتكم. اي والله ما فينا ترد لك ما بحرجنا. بنرجع لأم محمد ولخالاتي اليوم، أم سالم وأم خميس. أنا ومحمد كنت نتكلم قبل شوي تحت الهواء عن أيام قبل، قلتي لي مرات ما يكون في مطر. خبريني عن شو كنتوا تسوون او شو كانوا يسوون هذيك يعني الايام الاوليين، يعني يوم في شح ما في مطر يعني شو يسوي؟ كان يروح يصلي الاستسقاء، ما مثل احنا نروح المساجد وهذا. كان احنا عندنا هناك في دبي سيح اسمه سيح البويرده، مكان الشيخ الشيخ زايد الله يرحمه، الحين شفتي اظن انت جنب المسرح. فكان هذه ارض اللهم فيها الشجر مثل الغاف، فيها السمر. كان في واحد راعي هناك ياخذ الغنم عن الجيران، عن الناس، يروح يرعي في الغنم في هاك المكان، ياخذ يعني هو يجمعهم في مكان الحرمه. كل وحده جابت غنمها وودتها عنده وشلها وين هناك، يعني يراعيهم. الصبح ياخذها، المساء يضوي فيها، الصبح يسرح والمساء يضوي في الغنم يعني. وكل واحدة التقيته وخذت عنه الغنم. هناك عندنا مكان اسمه الغليلة، هو يمر على البيوت بيت لا بيت؟ هم يوقف في مكان اسمه الغليلة وادي، هذا عباري وادي يزرع في البحر. فهم هناك يعني يوقف يجلس هناك يتريهم، وهم يودوا ليه الغنم. كل واحدة محد من احنا عندنا منطقة صنبريد، من العكامية، من الغرفة، ما ندلو، يجمعوا هذا الغنم. اسماء نفس ما هي اسماء المناطق صحيح؟ محل لحد الحين يعني فيجمعوا ليه الغنم وهو يوديهم يعني يراعي لهم الغنم وقت المساء يجيبهم. فهذا المكان يوم يكون شح ما في مطر شو يسوي الأهالي الأوليين؟ يتجمع يعني مثلا الشيخ الفجيرة، نحن حاكم الفجيرة الأول يعني الأولي، يأمر أنه بكرة في صلاة استسقاء في كل منطقة، يطرش طارش في دبا ولا بالفجيرة ولا بالغير يعني ما كان في ما في تواصل إلا في يعني طرش واحد يعني شخص يودي شيء يسمونه، بس نسيت الشخص يسمونه إيه، كان يعني طارش يسمونه طارش أو مندوب كده يعني مندوب اللي يشيل الرسائل، بس طارش يودي لهم اللي هو العسكر اللي عنده. ويروح هناك يقول لهم ترى بكرة في صلاة، رعى هذا الإنسان يصير على وقت صلاة المغرب يعني أو العشاء، يقول لهم ترى بكرة أمر الشيخ أنه في صلاة استسقاء. فهم يتجمعوا الأول يعني يدي تقول لي حين شو نسوي يوم نصير أول نصلي للاستسقاء؟ نودي الغنم، نودي البقر، نودي الطفلان ويانا تقول، وهناك نصلي. فالياهل يصيح والبقرات صيح والمعز صيح وفي كل حد، فهم يقولوا الله يرحمنا بهم يعني بالبهايم الرتع والطفلان الرضع. فهم تقول والله نطلع أحيانا تكون في شمس نطلع من المصلى، أن تقول المطر حتى ولو شمس تقول المطر ينزل، لكن الأول يدعو من قلوبهم يعني. الحين في تطنز طلعوا من الصلاة قالوا يلا ما يشوف المطر نزل، الأول لا، عندهم ثقة وعندهم أمان وعندهم إيمان بالله أنه ينزل المطر، والحمد لله انه ينزل لهم المطر. هي هي والله اجواءهم كانت حلوه. كان مثلا في ايام رمضان ولا يعني بس في كل في بين فتره يعني يصيروا ايام رمضان يعني يمكن في يصيروا يصلوا، ولكن في ايام تجهزي لي قصيده اليوم، قصيده اسمع شيء تراثي ما عندي انا والله اليوم شويه يعني عندي، لكن نسمع اي شيء نحن سهام خاصه يعني تستانس على هالسوالف. شفتي ابتسامتها ما شاء الله؟ الاول معي زايد غلام، هذه ما حطيت انها زين. زين يلا ما عاد. لكن ما ادري شو توني اقول. قولي لنا.
يا ويل مش لا كنت بقول شعر بس بيت راح عن بيتين لك كلمتين اللي هي بقول الأول كسيدي وانت لحبة واليوم الأول كسيدي وانت لحبة واطيع لك بالأمر والشو واليوم عنك تغلق الباب تغبي يقول مكسر والمفتاح مكسور بس كان قبليها أبيات بس راحت عني راحت سلبيتين لين ترجع أحيانا على تروحي ما تم مش غالو هذا وبعد خبرينا عن سوالف قلتي بس سوالف لتشي سوالف الأوليين سوالف الحريم يومي يعني الحريم الأول يومي يلسوا مع بعض سواء جدتي ولا أمي ولا الجيران يسحني كد معهم نسمعهم يومي يعني كل وحدة تشتغل اللي تسوي التلي اللي تسوي تخيط اللي تركب البادلة اللي تطحن اللي ما أدري شو رحي كان على الرحى كان يطحنوا والحب والمعيش والهذا على الرحى كان يطحنوا يعني ويلسوا يعني سولفوا اللي أول كان يغزلوا اللي كان الأول شيء الأولين ما كان يبوا حبال جاهزة أو شيء كان الغزل فكان يبوا الغزل مثل الشعر كده من يبوا ما دلهم من وينه والحريم يغزلوا يعني يسوا يغزلوا بهذا المغزل ويطوا على الوش وهاي يشلوا عنهم للنشات ولين ما أدري شو يسووا يعني بس الحريم هي اللي تغزل كان الحريم الأول بعد يقول يوم يسيروا يصيدوا الخباط والما أدري شو الحريم ياسين يدقوا الملح على حصى وعندهم شيء مثل رشاد مارشاد شيء ثاني شيء مدق يسموه يدقوا الملح له ويترسوا فيه خيش والريايل يشلوه يملحوا السمك ويحطوه بخيام أول ما في ثلاجات يحطوه في الخيام ويخلوه تجي سيايير من برا ولا هذا يشتروا يشلوا بعها هالخيام والحريم هنا بس يا سات ويدقوا حتى يوم يضغوا الضغاوي الأول الريايل يكون من شغلين وايد الحرمة هي اللي تسير وياهم تسحب الحبل من البحر ويا الريايل تساعدهم في جر الحبل عشان يقربوا وايد أشياء الأوليات يعني ما شاء الله عليهم يعني ورغم منهم يشتغلوا في البيوت في النخيل أحيانا الحين الريايل يصير النخل هو يخرف فوق وهي تحت هذا هو ينفض النخلة وهي تنزل ينزل لها لشو تكب على المصطاح نعدنا في مصطاح يسموه مصطاح مال الرطب في منهم يقول الوسخ واللي هذا منه الحشاف والما أدري شو الحريم كان نصهم ويصيروا عشان الماي ويصيروا البيت يطبخوا ويسووا يردوا النخل وهذه شغلتهم يعني شغلتهم وايد يعني خلاص بعد العيد يعني يمكن 10 ايام او اكثر بعد العيد انا عشان اتكلم عنه اي تبدون تجهزون للعيد من قبلها بفتره خاصه ان الثياب اغلبها تكون صناعيه يدويه الحريم الاوليين ما كانوا يعني في عندهم الكراخين هذا اللي كذا الاول انا احيد امي عندها هاي الكرخانة اللي تخيط عليها الكنادير بس اللي كان يخيطوا الملابس بثياب على يديهم فيبدون لازم مبتشر لازم بيكون لأنه العيد يعني هذه ما أنه خياط ولا شيء هم رواحهم يجهزوا تخيط الكندولة تخيط السروال اللي تخيط التوب وتركب التلي وما أدري شو بروحها يعني تشتغل كل وحدة تجهز ثيابها بروحها وفي تعاون يعني بينهم تعاون مثلا أنا قلت تعال أختي تجمع أنت أنا ما أعرف هذا شيء أنت تسوي انت ما تعرفي يعني انت تكملين عني انا ابدا مثلا وانا اكمل عن نشاط اختي بس اولش لا لا يقولوا بس يعني الكندوره اللي براي خيطوا هذه يسموها الشله وفي شو يسموه وهذا اللي قطنا اللي سو انا اعرف اسوي انا تعلمت اعرف لك انه لبت قطعه كنت في بالي بجيب اليوم قطعه عشان اروش كيف بس نسيت ما جبتها يلا المره الجايات اكثر ان شاء الله بعد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هذه السوالف الاول وايد سوالف وما تمل ولا تنسى ولا تمحم الذاكره وايد اشياء كثيره لكن الوقت خلوا حتى الاكلات يعني اكلات العيد تبدون تجهزونها مبكر هي بده يجهزوها اقول ليش ترى مثل ما قلت ليش الاول ما عندهم ايش يسمى مثل الحين كل شيء جاهز كل شيء مثل العيش بيسوي الخبيص غسل الغيس ولا العيش ويبسوا وبعدين طحنوا عشان يجهزوا للخبيص او لين هذا شيء الحب يسوي الحب على هذا على الرحى يسووا يعني هذا الشيء اللي سووهم يجهزوا اشياء وايد يجهزوا يعني يعني شغلهم متعب لكنهم مرتاحين الحمد لله رب العالمين كنت تساعدين انا يوم صغيره الوالده اي اساعدهم بلا امي لان مرات تكون يعني في اشياء متعبه خاصه بالنسبه لاطفالنا يعني بس كانوا يعني غصب عن اشتي تساعد امي وتشوفي شو تسوي عشان انت تتعلمي انت بكره بتتزوجي بتتعلمك او الاول البنت زين بروحها تجهز عمرها الاوليين يعني شغل بيتها هذا بروحها تسوي صارود ولا حصير ولا يعني سمحنا نقول كل شيء هي تجهزه يعني يوم تروح تشيل وتسير البيت يشيلوا وياها يعني ما تصير تشتري او هو يجهز لها شيء حلوه سوالف الاوليين ما ينمل ما تنمل لها وايد محمد ونحن متواصلين وياكم مشاهدي تلفزيون الفجيره ننتقل وياكم لفاصل ونرجع نستقبل فواله
رجعنا لكم مشاهدينا عقب الفاصل ومكملين وياكم برنامج فوالة، ونرد لي استاذ عمار. استاذ عمار، علشان نكون شخص ناجح في حياته اللي شو نحتاج؟ الموضوع جدا 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 لبكره بسيط. حلو انك تقول جدا 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 على بسيط. فكره هو ياسي وبسط الامور إيه؟ كلها. لا لا انا هي بسيطه اصلا، مشكلتنا بس نحن صعبناها وعقدناها. يعني شيئين فقط، اول شيء الرغبه نفس ما ذكرت اختي راشد، الرغبه والمعلومات، المعلومات الصحيحه والاراده، ما يبالها اراده ايضا، الاراده عدم تاجيل. يعني الرغبه موجوده، في الاراده موجوده. نعم. مش محتاج الاراده القويه لانك بتشوف الجبال وبتتسلق وبتطلع، لا لا الموضوع ابسط من يعني ابسط من كذا، فقط محتاج رغبه ومحتاج معلومات. نعم. المعلومات الصحيحه. يعني انا بشبه دائما اي هدف، اذا انت بتتطور في حياتك في اي جانب فانت عندك هدف معين. الهدف خلينا نقول ان انت نشبه ان احنا قاعدين في غرفه مظلمه، والهدف هو باب او مكان معين احنا عايزين نوصله في الغرفه. إذا ما في معلومات فالغرفة مظلمة تماما، فطبيعي أنك ممكن تدعم شيء أو توقع أو ما تقدر توصل، طبيعي جدا. لكن بمجرد وجود المعلومات ووجود الضوء حيكون الطريق واضح، تقدر بكل سهولة تطلع. فأنت محتاج رغبة فعلية وحقيقية. نعم. ومحتاج معلومات. في سؤال هنا بيجي دائما، طب من وين أجيب المعلومات الصح أو كيف أتأكد أن المعلومات صح؟ بكل بساطة في آية أنا بعتبرها سيستم في الحياة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر دائما في كل مجال هم اللي وصلوا للهدف اللي أنا عايز أوصله. يعني لو أنا بكون شيف ناجح، هل عندي أهل ذكر؟ بسأل أهل الذكر المعلومات. هي لو صار لها 5 سنوات في المجال عشان توصل، أنا خلال شهرين ممكن أوصل لو أخذت منها المعلومات. أنا اختصرت كل التجارب الفاشلة والتعب والفشل والنجاح والفشل، وأغلط وأجرب، لأني أنا أخذت من أهل الذكر حوصل لمكانه بكل سهولة. نعم. لو أعطتني المعلومات الصحيحة. فدائما نعم. تكون عندك الرغبة، اسأل شخص وصل للهدف اللي أنت عايزه، خذ منه المعلومات. لكن لازم الشخص يكون عنده الرغبة أنه يعطيك، فتأخذ منه المعلومات حتطبقها، حتختصر كل تجربته في الحياة. نعم. وده السبب أو سر أغلب الناس اللي بينجح نجاح في فترة بسيطة. أكيد هو سأل واختصر على نفسه، ولكن مش نفس يعني النصائح، أحس مش نفسها. صح. يعني ممكن الطريق اللي اختارتها عائشة تنصحني فيه بالطريقة الصح، ولكن إذا عطتني مفاتيح الطريق ما تضبط وياي. مستحيل. إذا نفس الهدف مستحيل، لازم تضبط مع كل شخص. الله سبحانه وتعالى يقول إن كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء، مش كل كائن حي زي ما فهمناها، كل شيء. يعني اللقيمات عندها قدر معين. يعني لو سألنا شوف شو قدر اللقيمات، حتقول لك نجيب مقدار كذا ومقدار كذا ومقدار كذا. لما نسويه مستحيل تطلع بطاطس، حتطلع لقيمات. نفس الشيء الهدف. يعني لو أنا عندي دكان والدكان ناجح، لو أعطيتك نفس التفاصيل وفتحتي نفس الشيء وجبت نفس المعدات وعملت نفس الإعلانات، أكيد حتنجح. في بشر موجودين حياكله، حيجي يأخذ من عندك. وكل الأهداف أكيد. يعني أنا لو تعلمت كيف أقعد نفس قعدتك، أو لو واحدة يعني تعلمت تقعد نفس قعدتكم تتكلم بنفس الطريقة، عندها نفس الأسلوب في النقاش، أكيد حتكون مذيعة ناجحة زيك. شكرا. بكل شهادة نعتز فيها. الله يعطيك العافية. بما أنك طريت الجيمات، أكيد طبعا إحنا سوالفكم حلوة معانا وقهويتكم معانا، لكن ركن التراث هناك يسقلكم، وزميلتنا عواطف تبغى ترحبكم هناك بطريقتها الخاصة. بطريقتها الخاصة. حياكم الله. تفضلوا. بس استلمي عائشة هناك، خليك تعد عدد قصير. هاي تفضلي عائشة. حياكم الله استاذ عمار، استاذ عائشة، يا هلا ام راشد، تفضلي حياك الله. عائشة نبدأ وياك. انا اختفيت. عادي مختفين، في فرق ما بين هني صح؟ اي اختفيت. هني احلى هالمودر، وهناك انا متأكدة ان هني احلى الاصالة. اوكي كذي لا اتوقع وايد عالي صح؟ عشان اختفت هي انا بعد بالي. عشان تكون كلنا نفس الشيء. بنبدا ويا قصيده اذا عندك شيء تراثي وطني. اوكي يلا. راح اقول كريم ان جيت بقصد به قصيدي، ابروي قافي الضامي هنيه، ابهدي هدر ارواص وغبيدي، جزيلات الفكر واحلى تحيه لشيخ بالمعاني هو يسيدي، لنبراس الوفا غالي عليه نس الجود، ومنه ما يحيدي راقل العلا شمس مضية، وصل صيته شماله شرق زيدي، وصل بفعاله الباقي الرعية، جواد هو بأخلاقه حميدي، صفا من الطب ملامح يوسفية، يا رمز للفخر انت عضيدي، وعضيد الناس نفسه
أريحية أجر حرفي لشهم هو شديدي لجد الجد بانت بحمية وسوالف. صح لسانك وما شاء الله عليك وحلوة القصيدة شي بدينا فيها وقسم التراث. ويسعد مساكم بعد أم راشد أستاذ عمار. نحن دائما نبدأ بالعنصر النسائي شو نتحيز شوي. لا أنا لازم كل ما شاء الله كل هو احنا منورنا أنت ليديز فيرست ليديز فيرست حريم اليوم. أم راشد يعني حسب الفيديوهات اللي شفناها والبنات وذي أنت تطورين هي الأكلات التراثية بس تطورينها وتسوينها على طريقتك. شوفي أكلنا التراثي ما في شيء نقول إحنا نطور فيه. إحنا طريقة التقديم. طريقة التقديم. اليوم أنا ما أقدر أقول عصيدة أسوي فيها عيش ولا لا. هي نفسها. طريقة التقديم تختلف. تبدعين فيها. إيه هذه طريقة التقديم هذه جدا مهمة وخاصة في هذا الوقت الحالي. بقول لك ليش صاروا الشباب البنات التصوير عندهم مهم أكثر من أنهم يأكلون. شوف العيال اليوم من حطيت الأكل لحظة بنصور. أهم شيء نصور. فهذا يعني فقط. ابتكرتي أكلات جديدة من يعني من نفس المكونات الأشياء التراثية. ابتكرتي شيء جديد؟ وايد أشياء ابتكرت. ما شاء الله. شوفي اليوم نحن السفرة الإماراتية ما تخلى من القيمات. طبعًا. والباكورة والسمبوسة. طبعا الباكورة مش إلنا ولا سمبوسة إلنا ولكن أصبحت جزء من المائدة أصبحت جزء من أكلاتنا فيت أنا كشيف في اليوم شو الباكورة أنا صار لي ما شاء الله 7 سنين طورتها سويتها بالنكهة العربية ما شاء الله نبي نجرب فالس طيب عيونك دخلت فيها النكهة العربية فصار هذا الباكورة صارت عندي من 7 سنين ما شاء الله شيء يعني الاسم نفسه والطعم ولكن بالنكهه العربيه صارت. يا عندنا دخلت عندنا هبه البرجر الكل دخل فيها انا كشيف في اليوم لسه طالع الجماعه شو اللي اقدر اسوي زياده شو اللي عندي شو اللي بقدر ابدع فيه بعد غيرتي في وصفه البرجر نعم غيرتها سويتها بالنكهه اللحم المدفون ما شاء الله عندك شيء مع حلو انا احس يعني لازم اجرب هالسوالف سويته ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يعني بدون ذكر اسماء ضربنا على مطاعم كبيره كنا نشارك معاهم وانا ما بقول لك انا براند دخلنا مع براندات دخلنا مع ما شاء الله يعني شيء حلو كان لذيذ كان ايضا الباستا والباستا عندك اشياء وايده انا تطورت فيها بيبي للبنات وبنجرب عندك عندي الاشار عندي الاشار اهم شيء انا هذا ما نتكلم عنه وايد نحن لازم نركز عليه يمكن اظني اختسام بعد نجرب اي والله جربته شوفي كل الناس تسوي اشار الحين ما شاء الله خاصه الاسر عندنا الاسر المنتجه الحريم يسوونه ومن زمان يسوونه اي وللحين لكن بتقولي ام راشد انت شو اللي بدعتي شو الجديد اللي سويتي طول بعمرك انا سويت الاشار المقرمش يعني ما في ولا ماده مهروسه فيه ولا قطره زيت فيه وبعد الشيء الحلو والجميل فيه انا ما طلعت برا وجبت المكونات انا اخذت من المطبخ الاماراتي المطبخ الاماراتي اخذت من مزارعنا نحن اخذت الهمبه الخضر من الفجيره حلو. يعني المكون الاساسي اللي هني من انتاجنا المحلي وطورت وبنجرب نحن ان شاء الله استاذ عمار ما شيء تحمست انك تجرب الاكلات اللي قالتها ولا مجربها لا ما جربت صراحه البرجر مدفون ابدا ما جربت بس ان شاء الله يعني بس حركه غريبه صح هي شيء غريب وحلو يعني استاذ عمار احنا ما بنروح بعيد عن مهنتك او تخصصك انت في مجال تطوير الذات والتنميه البشريه اذا نرجع للاوليين يعني جدودنا ما كان عندهم يعني ما كان عندهم هذا التخصص بشكل خاص شو كان المتنفس او شو كان البديل لهذا التخصص برايك لا انا اختلف معك هو كان موجود بس ممكن المسمى كان مختلف يعني احنا من 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 اول موجوده البشريه التنميه الذاتيه او تطوير الذات موجود ويمكن في ناس اليوم ضد التنميه البشريه وتنتقد التنميه البشريه بسبب طريقه الطرح اللي يطرحوها بعض الشباب لكن كشيء موجود هو اصلا الاديان تعتبر تنميه بشريه بما ان شيء ينميك كشخص صحيح اي شيء احنا الحين برنامجنا اللي نتكلم عن الطبخ او نتكلم عن الاعلام او عن التنميه الذاتيه اي شيء يستفيد المشاهد فهو تنميه ذاتيه صحيح. التنمية الذاتية هي أي شيء أنت بينميك ذاتياً
هو تنميه ذاتيه، هي مش شيء محصور على، بس هي مجرد تغيرت المسميات، تغيرت المسميات وصار فيها تركيز. يعني نفس قبل ما كان في برجر مدفون، اليوم صار في برجر مدفون. قبل ما كان في لا تعرف مقرمش، هي كانت ما كانت الاشياء متنوعه، حتى في التلفزيونات في يعني حتى انتم كقناه تتطور وتتفرعوا، فنفس الشيء العلوم اليوم تتفرع وتتطور ويكون لها مسميات مختلفه، بس هي موجوده من قبل. طبعا موجوده، يعني نفس ما كان الاكل من قبل موجود، لكن اليوم صار في اسماء معينه تفرعات، فهي موجوده. يعني لما الاب يقعد مع ابنه يتكلم معه، لما يقعد يحفظه قران وياخذ المعاني من القران يطبقها على حياته، صحيح هي تنميه بشريه. صحيح الحديث. ايش رايكم فيها؟ بس انا بسال، انتوا بعدكم بالبرجر صح؟ لا انا بس اسال عمار، بما انك تفرق من التراث وكذي، هل الاشياء اللي حولك، انا ما بقول مسمياتهم، هي نفسها موجوده عندكم في السودان ومسمياتها؟ هي تكاد تكون، انا ما بقول لك شو اسمها عندنا نحن، هي مسميات. انا في السودان يعني ثقافتي شويه مش مرتبط كثير في السودان، لكن سبحان الله يعني قبل شوي كنا بندردش انا والاخوات في الفاصل، ايه؟ تعتبر نفس الشيء بس المسميات تختلف. اي بنعرف مسميات، نبي نعرف مسمياتها هي. وانا ما عندي المسميات بالضبط، لكن يعني حتى العصيدة اللي عندكم احنا عندنا، بس عندكم عصيدة تعذرني، العصيدة قريبة للهريس تقريبا لكن اسمها غير. مش نفس عصيدتنا؟ لا مش نفس عصيدتنا. انا اللي عرفت ان عصيدتكم جدا مميزة. واتوقع عندكم القيمات يسمونها يا عوام يا زلابية. جلابي والقيمات نفس الاسم. اهي وموجودة. والمشروب المميز عندكم رمضان حلو مر. هذا انا دائما اسمع عنه. ما جربته؟ بس لو يقول لنا طريقته او شو هو اصلا؟ طريقته لا مستحيل، بس شو هو ممكن؟ اهي شو هو مكوناته؟ اهي شو مكوناته؟ يعني شو اسالكم الوالدة ممكن اكلمكم، لكن هو حلو مر بس هذا وصف. يعني هو طعمه حلو مر؟ شكل استاذ في الطعم؟ حامض حلو. في سكر وفي حموضة. في حموضة. اوكي. فلهالسبب بيسموه حلو مر. نفس الموهبة يعني. جربوه يعني. ان شاء الله. ما عندي فكره بصراحه، يمكن مراشد عندك فكره. ايوه انا وعطشانه وكل شيء اليوم. انا حسيت مهيته جي حلو وحامض. هو صحيح انه في سكر. انا احسه يشبه قمر الدين. قال لك الواحد يتخيل. انت قربتي. صح انا قربت. قال لك الواحد يتخيل المشروب اللي يبغى الحين. انا اقرب وحده بالاجابه على فكره. صحيح هو قريب من، حتى نفس الطعم هو قريب لل تمر هندي. قريب جدا من نفس الطعم بس مكوناته مختلفه شويه على حسب علمي. مراشد جربتي يعني تروحين شوي للبلدان الاخرى الاكلات اللي برا، يعني نفس ما قال قبل شوي السودان او دول ثانيه، ولا تحبين تتخصصين؟ لا انا مش متخصص، يعني مو بالتراثي، انا ما حكرت نفسي بالتراثي. ايه بس انه اماراتي او خليجي. لا مش بعد خليجي، يعني في برنامج هني وعافي عندي دخلت على الاكل الشرقي والغربي كله، يعني تنوع كان. ما يمكن في برنامج اللي كان هو التراثي السنيار. يعني فاحنا اخذنا هذا الطابع. يعني لان تراثي كان فشيء طبيعي اكلنا التراثي. اما في برنامج هني وعافي طلعت كليا عن الاكل التراثي. ما شاء الله عليك. عايشة ما ودك انت تقدمين اليوم الفقرة؟ ديري الحوار بما انك انا كنت مقدمة بهرجان عوافي التراثي. كان ما شاء الله يعني عندي صور للجمهور اكثر من 200 شخص عوائل واسر. شفت اللي يسوي فيكس اليوم؟ نحن قبل لا يطلع فيكس كنا نسوي لكن مهرجان تراثي. مهرجان عوافي كان وايد جميل الصراحة. كان يعني في اسر، في أطفال، في أمهات، في أظن الحرمة اللي من غليلة تعرفها الشيء إذا سامع مهرجان عوافي. ولا؟ أتوقع روح هي موجودة ويانا بس أتوقع استأذنت. بس يعني أهالي راس خيمة يعرفون أيضا طبعاً مهرجان عوافي معروف جدا. كانوا يجونا زوار أيضا من الكويت والبحرين السعودية من دول الخليج أيضا كزيارة. يعطيك العافية. يعافيك يا رب. ويلستكم ما ينمل منها، يلستكم وايد حلوة ومنورينا بقسم التراث. شكرا لكم. ونحن نرجع لسهام ولمروة. أنا كنت أكلم مروة أقول لها خلينا ننهيها على قصيدة إن شاء الله. في حد منكم بيقول قصيدة؟ لا طبعاً عندك شعر. سهام شعر الحين. أحب ننهي معك ضيفتنا أم راشد الشيف وضيفتنا عائشة حسن إعلامية شعر إماراتي وضيفنا عمار عمر خبير مجال التنمية الذاتية. شكرا لتواجدكم اليوم وشكرا لخالاتي اليوم بعد اللي نورونا كل يوم ما شاء الله عليهم. شكرا الله يعطيهم العافية. نورتونا. مشاهدينا أكيد وصلنا لختام حلقتنا لليوم. تريونا باكر في نفس الموعد في برنامج فوالا أكيد الله ونختم على القصيدة اللي قصدناكم. والحين ختام معك عائشة. مع السلامة مشاهدينا. أقول استكانة شاي ما هو مر، عسل دامه بدينك أنت، كرك عافية وما هو أمر، بلا سكر أبي سادة وليفي، اقعد شوية
أبي شورك ولا ما هنت غلاية راقب عيوني سجر مشي غدا عادة ترى شوقي على قلبك وهو عوقي ولو ما كنت احبك خافقي بالحيل صاحي ولا فرقادة شعوري وسط ضلعيني ترى حاويك لو ما صنت سنين من الهوى تعني انا لبيك لو نادى ابشرح لك غلا فيني تربع يومك استوطنت بذاتي والفكر ملجاك تعالوا حقق مراده صح لساني.